مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم بحلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديده ووصفات بسيطه وسريعه. خلينا نقول هنعمل ايه النهارده. هنعمل سمك اي نوع حضراتكم تفضلوه. احنا قبل كده عملنا البلطي المقلي وعملنا البوري صينيه وعملنا السنجاري، عملنا كذا وصفه كانت لطيفه. النهارده قلنا نعمل الدنيس لو هو موجود وجميل، نعمله كده بمكونات شويه مختلفه، لكن الحقيقه انا جربتها الوصفه دي، كان حد عاملها وعجبتني وجربتها في البيت ولقيتها لطيفه جدا، فحبيت ان انا اعملها مع حضراتكم. اللي عايز يستبدل حاجه من ضمن الحاجات اللي هنقولها النهارده هقول لكم ممكن يستبدلها بايه، لكن هي بصراحه التست بتاعها مختلف شويه. تعالوا كده نقول بسم الله ونقول المقادير. عندي سمك الدنيس المشوي بالفرن، عندي للتتبيله سمك دنيس طبعا، عندي او اي نوع حضراتكم تفضلوه، عندي معلقه من مرق السمك، عندي شبت مفروم، ليمون معصفر وزيت زيتون وتوم وملح وفلفل، وعندي للصوص هضيف في مكان الكزبره الخضراء هحط اوراق ريحان بسيطه كده مع توم وملح وفلفل وزيت زيتون، وطبعا هنجمل بشرايح الليمون والفلفل الاحمر الجميل. طيب يبقى احنا عندنا السمك وعندنا التتبيله البسيطه الجميله اللي قلت لحضراتكم عليها. خلينا نقول بسم الله وايه ونبدا نحطه طب تمام في الفرن ونشتغل بعد كده في الرز. بسم الله هناخد كده ايه اول حاجه، هعمل بس اجهز بايركس كده. طبعا السمك لازم يكون مغسول وجميل، لو عايزين تدوله بس كده ايه تشريحه خفيفه مفيش مشكله. عايزه اقول لكم هو غني جدا بالبروتين، بصوا كده الدهون بتاعته قليله جدا ودي ميزه، وساعات هو بيبقى بديل للحوم الحمراء الغنيه بالدهون حقيقي. طبعا غني اوميجا 3 وفوسفور ومغنيسيوم وحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. تعالوا كده بما اننا يعني فتره صيف ولسه احيانا في بعضنا بيميل للاسماك، يعني هو بصراحه رائع. الناس اللي بتواظب على اكلات السمك اللي حضراتكم شايفينها دي، عايزه اقول لكم ان في دراسات بتقول ان اللي بياكل السمك على الاقل مرتين لثلاثه في الاسبوع بتحمي من الامراض الكانسر لا قدر الله، ومفيده جدا جدا. حتى الاولاد كانوا دايما يقولوا لنا ايه لازم تاكلوا يعني السمك ده في وقت الدراسه علشان يبقى يكوي الذاكره عندنا، فدي حاجه حلوه يعني. كانوا طول الوقت يعملوا لنا اسماك وسعراته قليله. بصوا ملح وفلفل، حطيت الثوم، شويه من الشبت كده. الناس اللي بتعمل دايت معظم الاوقات بنميل اما الدجاج او السمك المشوي بكل انواعه، انواع السمك المختلفه لانه غني بالبروتين وقليل في سعراته كمان. طيب هاخد كده ايه شويه من الليمون المعصفر. احنا نعمل كمان حلقه الزيتون الاخضر نزل، هنعمل منه شويه صغيرين كده النهارده. بصوا عايز اقول لكم الليمون المعصفر ده بيستخدموه كتير قوي في الحاجات المغربيه في الطاجين، ويبقى ليه طعم وتست حلو قوي مع بعض الطواجن والحاجات. فانا النهارده انا عجبتني الوصفه جدا، ولما عملتها ولقيت طعمها حلو فحبيت اعملها لحضراتكم، لانه عارفه ان في ناس كتير بتحب الاسماك بانواعها، فممكن قوي تجرب حاجه جديده بمكونات مختلفه. انا حطيت من التوابل طبعا بتاعه السمك، وحطيت الثوم وحطيت الشبت، حطيت زيت زيتون، حطيت ملح وفلفل. هاخد كده ممكن عود واحد بس من الفلفل ده، قرن الفلفل ده ايه. كده هخليه يدي بس تيست وطعم كده حلو. لو عايزين تضربه كله في الكبه مفيش مشكله، بس هي الحقيقه بيدي كده طعم جميل للسمك كده. طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي من خلال الصفحه الشخصيه من خلال قناه الاهلي بيشوفونا ودايما بيدعمونا ودايما بيبعتوا لنا كومنتس جميله ومتواصلين معانا سواء من خلال الشاشه او من خلال انهم بيبعتوا حاجات هم طالبينها. بصوا هقلب تقليبه حلوه كده، وخليني هضيف طبعا شويه عصير ليمون، هحط كمان كام ورقه ريحان كده لطيفه. اوراق كام واحده، مش عايزاه الطعم يضغى،
معانا مدام منال جايه على السمك. يا مدام منال صباح الفل وصباح الفستان وصباح الحاجات الجميله. حبيبه قلبي صباحك فل حبيبه عمري. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انت فعلا مميزه. الله يسعد قلبك يا روحي. احنا نقول لك الشيف المميزه ما نقولش الشيف عظيمه. يا رب يخليك يا رب. كلك ذوق يا فندم والله. حلوه قوي التكه الليمون المعصر اللي حطيتيها دي. اه حلوه قوي فعلا، انا جربته وطعمه تحفه. بس للاسف انا لسه ما عملتش ليمون معصفر يا شيف. لا لازم تعملي بقى، لان احنا هنعمل لك كمان الليمون الاخضر السريع غير المعصفر اللي احنا عاملينه. وعايزين نعمل الزيتون بقى كمان، احنا عاملينه النهارده اهو. طب والله طب كويس. انا بصي لسه شاريه زيتون النهارده. يا حبيبتي حالا وجيبيه، لان هو بدا ينزل خلاص، بدا يبقى حلو. طب انا جايبه الزيتون الكبير اللي هو التفاحي دوت. التفاحي حلو. يتخلل في قد ايه يا شيف عظيمه؟ بصي هو لو هتعمليه سريع، انا هقول لك السريع يبقى ياخد مثلا 10 ايام السريع. لو هتعمليه بقى عايزاه يعيش معاكي هقول لك الفرق ايه، تابعيني عشان انا هتكلم على حاجات مهمه قوي. طب هي بتفرق في البرطمانات يا شيف عظيمه، الازاز او البلاستيك؟ بصي في بلاستيك، يعني انا جايبه الاثنين النهارده، جايبه ازاز وجايبه بلاستيك. البلاستيك فيه بيبقى استخدام مره واحده، هتعملي فيه وخلاص. انا بتكلم على اساس ان البلاستيك بيبقى خفيف شويه. بيبقى خفيف بس بيستحمل عادي، ما هو في انواع برضو، في منه بيبقى كويس وفي منه بيبقى خفيف قوي. هو المهم لو انت مزنوقه، عشان اسعار الازاز بقى غالي قوي بصراحه. فانت لازم كل وقت تخليلي تحتفظي بالبرطمانات وتعقميها وتشيليها. ده مهم، لان ايديكي مقدمه. تسلمي يا روح قلبي. لكن أنا البلاستيك ماشي. انا منتظره بقى اشوف تكاتك كلها بقى واشوف في حاجه جديده في الزيتون اللي انت بتعمليها ولا زي ما انا بعمله. يا حبيبتي اكيد بتعمليه احلى كمان. حبيبه قلبي لا والله. انا بتعلم منك والله. ربنا يديكي الصحه والعافيه حبيبتي، شكرا لحضرتك جدا. تسلمي لي ويسلم ذوقك يا فندم. بصوا بقى هاخد التتبيله الحلوه دي. بصوا انا ما كترتش الريحان، يا دوب نص معلقه صغيره. وهنبدا بقى ناخد، هنحط بقى كله جوه هنا. بصوا خلوني بقى ايه كده لحد هنا كمان لحد الراس. تتبيله جميله الحقيقه جدا، وهنصب برده فوقها. بس احنا عايزين اللحم ايه يبقى واخد التتبيله الحلوه دي. وهنفرش بقى فرشه خضار كده تحت اهو، اختلاف شويه الريحان والليمون المعصفر ده بيدي كده طعم وتيست سبحان الله جميل برده. اللي عايز يستعيد عن او يستغنى عن الريحان فيحط مكانه مثلا كزبره خضراء مفيش مشكله، بس جربوها مش يعني مش هتندموا. بسم الله. في ساعات كده الواحد وهو بيتفرج، خصوصا لما الواحد يبقى يعني شويه بيعتبر نفسه يعني جرب كتير، فبيشوف كده وصفات يحس ان الوصفه دي لا بجد هتطلع التست بتاعها حلو. لا هتطلع حلوه. تعالوا بقى ناخد كده بايركس. بسم الله. هعمل له كده فرشه اللي انتوا عايزينه بقى. انا هحط شويه فلفل الوان، ده بيتاكل، لان صوص السمك بصراحه خساره انه ايه نخسره يعني. حط كده شويه من الفلفل الالوان كده، او الفلفل الاخضر كمان، شويه ليمون متقطع كده شرايح بسيطه وسريعه، بس طعمها والتست بتاعها حلو قوي وخفيفه. رشه كده من الشبت. بصوا بقى هاخد بسم الله، هنحط السمك الحلو القمر ده هنا. طبعا مش هسيب ده الصوص ده لازم ينزل فوقه، وهضيف بقيه الصوص كمان عشان ينزل على الخضار نفسه. بصوا حضراتكم بقيه الصوص اهو اللي احنا عملناه. شوفوا روعه ازاي، ريحته تجنن. قرن فلفل بقى هنا، واحد هنا، وكده زي القمر. هبدأ بقى أخد السمك الجميل ده هدخله الفرن على حرارة 180 على الشبكة في النص، وهنشوف مع حضراتكم بقى هيطلع شكله عامل ازاي. بسم الله اهو. بسم الله اهو، شايفين كده هينزل بقى ياخد من التتبيله الحلوه دي، وينزل بقى من الصوص بتاعه مع العصاره بتاعته على الخضار ده. وصحه وهنا على قلب حضراتكم. ده تاكلوه جنب رز ابيض، ينفع تاكلوه جنب رز صيديه زي اللي احنا هنعمله. الناس شويه بتحب فكره الرز السمك او الرز الاحمر او عن الابيض كتير. احنا النهارده برضو هنعمل رز، اسمحوا لي هقول مقاديره مع حضراتكم ونبدا في الزيتون بعد كده علشان نتكلم عنه باستفاضه. معانا دينا. اهلا وسهلا يا دينا. اهلا يا شيف، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك حبيبتي، اتفضلي روح قلبي. عامله ايه والاطلاله الجميله بتاعت كل يوم؟ بس بتوحشينا والله في الويك اند. حبيبتي ربنا يسعد قلبك والله، انتوا توحشوني اكتر بجد، بيسعدني مكالماتكم جدا.
والحاجات الحلوه اللي حضرتك بتعمليها تسلم ايدك. حبيبتي تسلمي لي، تسلمي يا روح قلبي. قولي لي يا دندون. انا بس اسال حضرتك على الطماطم المخلله، هل في التقطيع بتاعتها بتفرق لو مثلا قطع كبيره او صغيره عشان الصوص يشرب، ولا الطريقه بتاعتها هي هي ما تفرقش؟ طيب بصي انا هقول لك، هو طبعا يفضل تبقى كلها احجام زي بعض، وتبقى جامده حلوه علشان تقعد معاكي كذا يوم في الثلاجه ما تطراش، تبقاش مش حلوه. قطعي التقطيع العاديه، لو عايزه تقطعيها اربع ارباع بس ما تفصليش الجزء اللي تحت، او عايزه تقطعيها بالعرض شرايح هتبقى جميله برضو، وبحيث ان انت اللي بالشوكه والسكينه يقدروا يقطعوا منها اللي هم عايزينه. لا ما بتفرقش، بس المهم التتبيله تبقى حلوه وتبقى الطماطم جامده وفريش. ما تستخدميش طماطم طريه ابدا. تمام وصحة وهنا على قلبك يا روح قلبي. ومنورة دايما قناة الأهلي. ربنا يسعدك حبيبتي، منورة بوجودكم وتواصلكم ومتابعتكم لينا بجد. بشكرك جدا يا دينا حبيبتي، تسلمي لي ويسلم ذوقك حبيبة قلبي. طيب احنا هنجهز دلوقتي للرز الصيادية. هنعمل بص هو في المحلات الأصلي وفي اسكندرية وفي المعمورة ومكان ما بننزل بيعملوا طريقة تقليدية بسيطة، بس سبحان الله البساطة جميلة برضو. لكن أنا النهاردة هعمل له كده فكرة بتاعتي من أيام مامتي، هقولها لحضراتكم ويا رب تعجبكم. معانا تليفون، معانا أم إسلام حبيبة قلبي. صباح الفل. صباح الهنا. مني أنا. لا مني أنا. يا حبيبة قلبي عاملة إيه يا روحي؟ والله يا حبيبتي عاملة إيه؟ أنتِ أكتر، الحمد لله الحمد لله. أنا سامعة كده الله أعلم، يعني عاملة الزيتون النهاردة. بصوا يا جماعة أنا عايزة أعترف لكم اعتراف، أم إسلام الله أكبر ربنا يديها الصحة والعافية، أجمل زيتون دقته مخلل أنا عن نفسي بعد بيتنا من إيديها. بعتت لي زيتون مخلل مفيش زيه. وأنا بجد النهارده أنا هقول طريقتي، بس سبحان الله النفس والطريقة يعني طبعا حاجة من ضمن الحاجات الحلوة اللي أنتِ بتعمليها. ما بيجيش من بعد اللي انت بتعمليه والله. تسلمي يا تسلمي يا عمري، ده من ذوقك والله. انت فعلا اسم على مسمى والله. الله يسعد قلبك حبيبتي، ربنا يبارك لك ويبارك في قناه الاهلي اللي جابت لي بجد انا عن نفسي احلى شيف في الدنيا. يا رب يسعد قلبك يا روح. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حبيبتي. أمين. دايما منوره الدنيا ويخليكوا ليا ويخليكوا ليا يا رب، ما تحرمش منك ابدا ولا من ذوقك يا حبيبه عمري. انا عارفه طريقتك برده بتبقى جميله يا عزيزه حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب، ما تحرمش منك ابدا. شكرا ليك يا ام اسلام. واسمحوا لي قبل ما اطلع لفاصل عايزه اهني ندى رئيس تحرير البرنامج، حبيبتي ندى فرج، علشان عيد ميلادها. اقول لها كل سنه وانتي طيبه يا ندوشه، واحتفلتي لوحدك من غير ما تقولي لنا، فعليكي تورته وعلينا الهديه يا ندوشي. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، وكل من عيد ميلاده النهارده او كان امبارح زي ندى، كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يجعل ايامكم كلها سعاده يا رب العالمين. اشوف حضراتكم بعد الاستراحه ونكمل وصفاتنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. طبعا عملنا السمك حطيته في الفرن، هوري حضراتكم برضه عشان لسه في حد منضم لينا اهو. الحرارة 180 او ما بين ال 180 وال 200 زي ما انتم عايزين، شغالة المروحة والفرن. ولو عايزين لو بيشتغل عندكم التلاتة مع بعض مفيش مشكلة، بس تبقى هادية درجة الحرارة، تبقى هادية اذا كانت بتبقى حامل. هنقفل بقى هنسيبه، هيطلع ما تسيبوش كتير لانه خلوا بالكم بيطلع من الفرن بياخد تسويه، او في السخونيه عبال ما بيهدى بيبقى دي تسويه، فمش عايزين السمكيه تتفل، عايزينها تبقى كده جوسي فيها شويه يعني طريه كده حلوه. طيب احنا هنعمل دلوقتي رز صيدية. انا هعمله بالرز، عندي رز بسمتي ذهبي، اللي عايز يعمله بالمصري طبعا يعمله مفيش مشكله خالص. طيب عندي 3 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، عندي 3 بصلات كبار متقطعين جوليان رفيع خالص شرايح، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره كزبره جافه، معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر او نص معلقه براحتكم، معلقه كبيره بهارات سمك، حبهان مطحون، وعندي توم باودر، عندي عودين قرفه او نص معلقه قرفه صغيره، مرق سمك لو في عظم السمك وحضراتكم عندكم الورق المرق ده تمام، زيت نباتي. طبعا جوزة الطيب ما تنسوهاش، لان جوزة الطيب من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي للرز الصياديه. هم هيجيبوا لي، بصوا بقى انا هحط هنا شويه زيت بسم الله. هو الطبيعي في المحلات ما بيعملوهوش يعني ليه توابل كتير كده، هم يا دوب تحميره البصل والكمون والكزبره وكم حاجه كده مع الملح وتمام، بيبقى رز صياديه رائع. في ناس تحب تضيف له مثلا معلقه صلصه او شويه طماطم متقطعه على حسب حضراتكم بتحبوا ايه. دي حاجه بقى اذواق، بس انا ايه قلت اعملها بالطريقه دي. وهوريكم هنا في تركه كده بسم الله، هنا هبدا كده في البصل
المفروض ان انا اشوحه واحمره واوصله لون البني خالص. هاخد معاه كده معلقه صغننه او نص معلقه من الملح عشان تساعد على ايه التسويه، وتنزل الميه بتاعته ويبقى تمام. هنا انا حمصت البصل، هوري لحضراتكم اهو عشان بس بياخد وقت مننا. بقى كده زي بتاع الكشري، زي البصل بتاع الكشري، خدته حطيته في الحله زي ما هو كده، وحطيت عليه شويه من مرق السمك، عظم السمك، اي بواقي سمك موجوده هنحط معاها بوكي جرنيه مثلا، عود كرفس، جزرايه، بصلايه، ورق لورا، ونسيبها تغلي مع بعض كده. اخد مرق السمك ده وبصوا حطيته فين؟ حطيته هنا، شايفين ازاي؟ على الايه؟ في الحله، وحطيت عليها شويه مرق وشويه بهارات سمك، بصوا كده شكل لونها عامل ازاي؟ اهي. انا هعمل ايه بقى بعد المرحله دي؟ دي بقى الخطوه اللي ايه؟ عشان احنا كنا ما بنحبش نحس طعم البصل جوه الاكل، فكان بقى ايه؟ بناخد كده بسم الله ونعمل كده. وبعدين نضربهم في الخلاط علشان الخليط ده يبقى خليط ناعم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الله على الجمال. هنرجع بقى بيه تاني هنا. بسم الله، بصوا بقى الجمال. اهو شايفين الطريقه بقت عامله ازاي؟ اهو هبدا بقى ارجعه على النار، وهبدا احط عود قرفه كده. وتعالوا بقى هنزل الرز اول حاجه، شايفين؟ حبيبتنا وصديقتنا ام حماده فراوله تعبانه، ويعني بتدعو كل اصدقائنا ومتابعينا واصحابها انهم يدعوا لها. حبيبتي الف مليون سلام عليك يا فراوله، شفاكي الله وعافاكي يا حبيبه قلبي. هناخد كده شويه المرق وهنزود التوابل زي ما احنا عايزين. حطيت عود قرفه لان القرفه العود للي مش بيحبوا طعم القرفه، القرفه العود مناسبه لانه طعمها بيبقى اخف من الباودر. هنعمل كده نزود شويه. انتوا فين؟ تمام. رشه كده بهارات، كزبره بسيطه قوي من الحبهان، كمون، حاجه بسيطه قوي، وهنقلب. شايفين اللون بقى؟ امسح بس ايدي هنا. شايفين وهنا بنحمر البصلايه اهي مع حضراتكم. انا شغاله هنا اهي، بصوا عشان تعرفوا انا حمرتها ازاي، ومش زيت كتير ولا حاجه اهو. شايفين انتوا معايا؟ طيب في الحاجه ممكن اصحابنا يشوفوا معانا. ام جوزيف اهلا وسهلا فيك يا ست الكل، ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي ام جوزيف الغاليه، عامله ايه؟ حبيبتي ربنا يخليك يا رب. الحمد لله يا قلبي. يا رب دايما يا رب دايما تسلمي حبيبه قلبي. حبيبه ربنا يخليك يا عمري. بص يا ست الكل، اموري يقول الجو بكره هيبقى نار، فشوف لنا بقى ايه الاكل اللي احنا هناكلها بكره والعصير اللي هنشربه ايه في الجو اللي احنا عايزينه ده. من عيني يا حبيبه عمري. حاضر، تسلم عينيك. ناخد حاجه. انا عندي شويه، بص طيب، انا عندي شويه فراوله طيبين وشويه مانجا طيبين. شويه فراوله؟ عندي شيء كيس فراوله وكيس مانجا. ماشي حاضر. عايزه حاجه منعشه يعني؟ شوفي يعني، شوفي حاضر. انت ايه اعملهم ازاي؟ حلو بس ولا حلو وحادق؟ ليه اجيبك انت يا قلبي؟ عينيا عينيا ليكي. حاضر، تسلم عينيك ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك يا قلبي. ولا منك ام جوزيف الغاليه، في حفظ الله حبيبتي. سلام. في حفظ الله. طبعا الاكلات السريعه في الحر ده، سمكتين في الفرن زي اللي عملناهم دول كافيين جدا، يعني ايه مش محتاجين اكتر من كده. انا هوري حضراتكم بس، اقلب كده الناحيه دي، بصوا الريحه روعه، شايفين؟ انا بقى خلاص قربت اطلع على كده، بصوا الجمال، يا نهار ابيض. خلاص خلوا بالكم ما بياخدوش وقت كتير، والفرن حامي جدا، بصوا الجمال. لا لا حاجه ما شاء الله يعني، بصوا الريحه روعه. بسم الله نقفل. نحط في السمك شمعه. ماشي، هنقلب البصل هنا. وبصوا حضراتكم هنا، شايفين الرز الصياديه عمل ازاي؟ بقى الخليط عامل ازاي؟ السمك روعه.
بصوا بقى الرز بقى لونه عامل ازاي. ادي شويه البصل اللي احنا عملناهم مش باينين في الاكل، بس هيدوا تيست وطعم للرز بشكل حلو جدا. عايزه اقول لكم روعه. احنا حاطين مرق، بس هاخد رشه برضو احتياطي من الملح خفيفه ورشه من الفلفل كده، وطبعا هحط معلقه زيت لان انا اعتمدت على الزيت اللي انا عامله فيه محمره فيه بس الايه البصل، ما حطيتش تاني في الحله غير البصل فقط. فاسمحوا لنا بقى دلوقتي هنهدي النار كده، اغطي عليه واسيبه بقى يتشرب. دي بقى فكره حلوه، لما يطلع عايزين تزينه بشويه من البصل ماشي، مش عايزين براحه حضراتكم. كده الايه الرز الصيادية. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن الزيتون. بصوا بفضل احمر لحد ما يبدا اللون زي ما انتم شايفين، وزيت قليل اهو. عايزه اقول لكم يعني الرز الصيادية ده من الاصول البورسعيدية والدمياطية، وطبعا اكيد اسكندرانيه برضو لانه البلاد السواحل كلها ما شاء الله الاسماك عندهم. يعني اعرف اصدقاء ليا بيقولوا احنا 4 ايام في الاسبوع اسماك بس، احنا ما بناكلش زيكم لحمه وفراخ طول الاسبوع، احنا بناكل معظم ايام الاسبوع اسماك، ويومين بس هم اللي بيبقوا فيهم اللحمه والفراخ دول. فدي حاجه جميله وصحيه ورائعه الحقيقه. احنا يمكن هنا الاسعار عشان الانتقال بتبقى الاسعار شويه مبالغ فيها، غاليه شويه، لكن هناك بجد الحاجه بتبقى طازه وبتبقى ليها طعم تاني وليهم وصفات كده يعني حقيقي خاصه بيهم رائعه، بنروح مخصوص عشان ندوقها وناكلها عندهم حقيقي بجد. تحيه ليهم كلهم يعني. طيب هاخد كده بقى ايه منديل نمسح هنا. انا هرفع بقى البصل ده خلاص، وهنبدا نتكلم مع بعض على الزيتون الاخضر. بصوا بقى عايزيني اخليه مفيش مشكله عندي للزيتون الاخضر. طبعا الزيتون بدا ينزل، بدا ينزل حجم التفاحي بتاعه. انا مش عارفه دلوقتي بقى ايه، بس ده احنا جايبينه امبارح او امبارح. بس التفاحي الكبير قوي لسه ما نزلش التفاحي الكبير قوي ده. الحجم الوسط ده اللي موجود في السوق دايما اللي هو ده موجود كويس، لكن في اكبر منه، يعني انا بجيب كتير اكبر منه. فانا هقول لحضراتكم في طريقتين نقدر نحتفظ بيهم بالزيتون. اللي عايز سريع انا هقول لكم طريقتي، وده بيبقى ليه طعم كده مميز انا بحبه، في نسبه الليمون عاليه شويه، وده بيبقى سريع بياخد معايا من اسبوع ل 10 ايام وبقدر اكل منه. اللي بقى بحاول احافظ عليه، وطبعا الواحد بيسال دايما اهل الخبره والناس اللي بتعمل ده كتير، وانا يعني لما بسال الناس اللي بتعمله بجد على اصوله زي ام اسلام كده قالت لنا انا ما بحطش كل النسبه ليمون، بحط جزء ليمون وجزء الميه والملح علشان يعيش ويقعد، ودي طبعا حاجه جميله. انا بقى الحقيقه كمان ما بقتش اشقه، بشق الكبير قوي شق واحد مش اتنين، لكن وبشقه قبل ما اكون بخلاص محضره كل حاجه علشان بيعمل لون صفار كده ما بيعجبنيش لما باجي اخلل، ما بحسه انه مش لطيف في البرطمان. فانا هبدا اجيب كده حاجه وننزل المقادير مع بعض يا نودي. بسم الله ونبدا نشتغل ايه على المكونات. الاول هقول انا عندي ايه لتخليل الزيتون الاخضر. طبعا زيتون اخضر هقول على 5 كيلو زيتون. عندي ربع كيلو من الفلفل الحار المفروم، ممكن تزودوا لو انتوا حابين اللي هو الرفيع الشطه الرفيع ده بيتباع البلدي عارفينه اللي بيبقى ده بيبقى رائع. طبعا احنا ما لقيناهوش فاحنا جبنا اللي هو القرون العادي وفرمنا منه شويه. عندنا ربع كيلو من الجزر مبشور، في ناس بتحب تحط جزر مبشور وجزر مكعبات، انا هحط الاثنين لان الجزر ده كمان بيتاكل بيبقى روعه مع المخلل. عندي كرفس، انا حاطه حزمه فرنساوي وحاطه من البلدي، يعني ده كرفس فرنساوي ده كرفس بلدي، حاطه الاثنين. عندي الليمون متقطع زي ما حضراتكم شايفينه كده، عندي معلقتين هريسه اختياري، وعندي توم. التوم تقدروا تحطوه شرايح او تقدروا تحطوه مفروم كده، انا الحقيقه بحبه يبقى ميكس مع بيدي طعم حلو، بس ما بنكترش بنحط كميه معقوله. طبعا عندي عصير ليمون، عندي ملح، يفضل الملح الخشن لو انتوا عايزين. الميه اللي هستخدمها بصوا الميه لازم تكون مغليه وهديت بردت فتصبح ميه معقمه، مهم قوي موضوع الميه ده في المخللات، ومهم قوي تعقيم البرطمان كمان لان ده من الحاجات اللي ممكن تاثر على ان المخلل نفسه يبوظ. اما بقى ان انا اجيب معلقه فيها ميه واخد كده وانزلها او اشطفها واروح مدخلاها تاني
لا هنتكلم عن الاخطاء اللي بنقع فيها كلنا. ناخد بس هبه. اهلا يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، منوره الشاشه حبيبتي. الله يسعد قلبك. ما شاء الله المخلل حلو جدا. تسلمي. المقادير جميله برضو، سهله يعني وسريعه. حبيبتي الله يخليك. انا بعمل بقى الخيار حلو جدا برضو. الله. يعني كمان بيقولوا بيحطوا فيه ثوم كده. ده العراقي، احنا عملناه على فكره، حشيناه ثوم وكرفس وكركم. وكمان الليمون برضو جميل. والليمون حبيبتي. ان شاء الله. تسلم ايدك. تسلم ايديك. الله يسلم عمرك. منوره كده بوصفاتك الجميله دي. الله يسعد قلبك حبيبتي، تسلمي لي والله. عايزين بقى اللي هو المخلل المشكل كمان. من عندي وقبل العندي. بالذات اللي هو بيبقى اللبناني ده بيبقى فظيع. بيبقى جميل من عيني الاثنين. ونعمل كمان الاخضر بس يعني اللي هو العزيزي نشتغله بقى زي السوريين والاردنيين، اخواتنا بقى هناك بيعملوه برضو، بيفضغوه بيعملوه بطريقه حلوه قوي كمان. حلو جميل. وفي اللي هو بيبقى الزيتونه بيشققوه كده من الجناب. ما احنا بنعمل النهارده ده اللي هنشققه من الجناب اللي هو التفاحي. تمام. اهو انا معاكي لاخر الحلقه ان شاء الله. منوراني. الحاجات الحلوه دي ربنا يبارك فيك. الله يسعد قلبك. منوره الشاشه. تسلمي حبيبتي، نور بوجودك. وشكرا ليكي ولذوقك واخلاقك حبيبتي. شكرا ليكي. في حفظ الله، مع الف سلامه حبيبتي. بصوا انا بحمر البصله مع حضراتكم عشان تشوفوا بس اهي. وبصوا هنا الرز بدا فكره ان اللي احنا بنعمل كده في الخليط او في البصل، بصوا شايفين تدي تيست وطعم روعه اهو. شايفين الرز روعه، ريحته تجنن. كل بقى التوابل الحلوه اللي حضراتكم عايزينها، اصلا كفايه بهارات السمك مع حبه جوزه الطيب وشويه كمون، وهيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. سيبه بس يتشرب كده شويه مع نفسه، يطلع الرز روعه. طيب انا بشوح برضو هنا عشان اوري حضراتكم درجه البصل اللي انا وصلت لها للدرجه الغامقه زي اللي وريتها لحضراتكم. قبل ما هبدا في الزيتون هستسمحكم في استراحه، هنرجع نكمل بقى الزيتون مع بعض بكل تفاصيله في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه، هنبدا بقى في عمايل الزيتون الاخضر. بصوا بقى انا هاخد كده شويه من الثوم. في ناس تحبوا يتحط شرايح، مفيش مشكله طبعا على الكميه، اعتقد ده كفايه قوي. وبحط شويه من الليمون كده متقطع مكعبات، مهم جدا موضوع الليمون ده. ممكن نزود كمان شويه، اصلا الليمون ده لما بيتخلل بيتاكل معاه بيبقى روعه. الكرفس هنحط نوعين الكرفس، انا بحط الاثنين. في ناس بتستخدم البلدي بس بيبقى حلو برضو، بس انا بدعم بالاثنين. بصوا عندي الفلفل اللي اتفقنا عليه الاخضر اهو، وعندي الجزر بحب احط منه شويه مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا لازم يبقى فيه مبشور. وهوريكم دلوقتي بس نقلب كده تقليبه كده. شايفين؟ وهاخد كده زيك يا نودي، وهاخد كده هما بالظبط 3 معالق على الكميه هريسه. طبعا لو في الفلفل البلدي الاخضر بتاعنا هيبقى رائع، بس تمام انا بصراحه ما لقيتوش فقلت يعني اخد مكانه بديل. سلطه عجبتك ولا ايه ندى؟ ندى بتقولي دي شكلها حلو قوي، ينفع كلها سلطه؟ مع الهريسه والليمون ني كده يا ندى. طيب طبعا ما احنا الزيتون ده كميه فيتامينز فيه. طبعا هو مذكور في القران الكريم طبعا، وتيني والزيتون وطور سنين. مليان فوائد رائعه للجسم. عايزه اقول لكم كميه فيتامينز ومعادن وعناصر غذائيه بتظبط مستوى ضغط الدم، وبتحافظ على صحه القلب، وبتحمي من الجلطات وتصلب الشرايين. واهم حاجه نستخدم معاه بقى الملح اللي بقول لحضراتكم عليه، الملح اللي هو الخشن او ملح البحر، اللي هو نسبه الصوديوم فيه بتبقى قليله، ما فيهوش صوديوم، نسبته بتبقى بسيطه لانه
ده مهم قوي بالذات لمرضى الضغط، حرام اللي حبايبي بيبقوا عاوزين حاجه يعني بيحبوا المخللات بس ما يقدروش ياكلوا منها كتير. طيب طبعا. وبصوا بقى، الملح الخشن فيه ميزه، لما بنحطه في الفسيخ او في الحاجات اللي بنخللها دايما السمكه او الحاجه دي تاخد اللي هي عايزاه من الملح، لانه بيدوب شويه بصعوبه، تاخد اللي هي عايزاه وما تزيدش ما تهريهوش. الملح الناعم لا، بيدوب كله وبيتشرب كله، في ساعات بيزيد وساعات تقدد بيبقى زياده، هي كده. فهو في ميزه ان السمكه تمتص السوائل دي او نسبه الملح اللي هي عايزاه والباقي ما بتاخدوش. فالملح الناعم مختلف تماما، عشان كده احنا بنحاول نبعد عنه. برضو بيبقى من الحاجات اللي بتسوي المخلل بسرعه رهيبه. انا بس بدور على حاجه ادوب فيها، عايزه جار او حاجه. لا، ممكن اخد في الجار بتاعي اللي فيه الميه ده، هاخد بوله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط فيها طبعا كل كوبايه عليها معلقه كبيره ملح، على حسب حضراتكم انتوا. مهم نسبه الملح برضو، لان نسبه الملح دي هي الاساس. لو قل يبوظ، ولو زاد بيهري. بسم الله. فاللتر 4 كوبايه هنحط على الاساس. طب احتاجنا بقى هنزود، يعني هنشوف على عدد كميه الميه اللي هتاخدها اللي هياخدها الزيتون. اهو خمس معالق على خمس كوبايات، وهنبدا ندوب. انا بقى بحط حاجه، بحب احط الليمون سك، ما بخلطوش بالميه اللي بعمل فيها، ودايما بخاف ان الميه دي تاخد مني كل الحاجات قبل ما انا يعني اكون يتبقى منها شويه، ما اعرفش احطهم فين، فدايما بامن نفسي. فالميه دي زي ما اتفقنا كانت اتغلت وسبتها بره لما تبرد عشان تتعقم، مهمه قوي الميه تبقى معقمه، والبرطمانات معقمه وليس بيها اي نقطه ميه، والمعلقه اللي انا هستخدمها تكون جافه تماما. نسبه الزيت مهمه، وبحطها في النص عشان لو حطيته في الاخر من على الوش ساعات بيدلدق، البرطمان بيبقى بيفور ساعات زي المشي كده، تلاقوه زاد ونزل، لازم يبقى تحتيه حاجه صينيه او حاجه تستوعب نسبه الايه لو نزل منه زيت، فبحب امن نفسي. طبعا الزيتون ما يتحطش معاه الا زيت زيتون. ناخد مدام سهير. يا اهلا وسهلا. خير. اهلا بحضرتك يا فندم. تسلم ايديك يا شيف عظيمه. الله يسلم عمرك يا فندم، من كل شر تسلمي لي. كنا كمان عايزين الليمون المعصفر. من عينيا الاثنين. حاضر، نعمله لحضرتك. تسلم عينيكي. تسلمي يا فندم. جميلة قوي تحت الزيتون. تسلمي يا حبيبة قلبي، تسلمي لي، ما تحرمش من حضرتك. شكرا ليكي مدام سهير. بصوا بقى، اللي فيه خمسة، المربع اللي تحت في البرطمانات البلاستيك اللي فيه خمسة ده آمن جدا. لازم نبص في البرطمان حتى لو حضراتكم اضطريتوا. في مثلث كده تحت فيه العلامة دي بتبقى جواها رقم. لو مكتوب واحد يبقى استخدام واحد بس ويترمي، ما تستخدموهوش تاني، ما يفضاش وتستخدموه. حتى واحد ده بنلاقيه على ازايز الميه المعدنيه والحاجات دي اللي بتستخدم واحد، يعني استخدام واحد. انا شطفته بالخل، شطفته بالخل، ما فيش اي مشكله خالص. لو انت ما لحقتيش شطفيه بالخل خلاص. هعمل في الكبير شويه يستوعب معانا كميه كويسه. وده الازاز اهو، شوفوا جف ازاي، ما فيهوش حاجه، هو بالغطا بتاعه بيتعقم بكل حاجه فيه. هوري حضراتكم الاول، انا عشان عندي هنا مش عارفه اخلط الزيتون. بصوا بقى، الزيتون المفترض ان انا اعمل فيه شق صغير كده لو هي كبيره، بس انا شايفه ان حجم الزيتون ده مش محتاج، فبصراحه انا مش هعمل شق فيه، لازم تبقى قبلها. لو انا سبت الشق ده وسبت الزيتون شويه عقبال ما اجهز الحاجات هتلاقوه اصفر، عملت علامه كده مصفره وشكلها مش حلو، انا ما بحبش كده. فانا الزيتون بما انه كبير، مش كبير قوي زي اللي احنا عايزينه، معلش انا هحطه زي ما هو مش هشقه، وده هيخليه يقعد معايا شويه احسن. حلو الكلام. ولما بيستوي انا بحطه في حاجه في الثلاجه، ما بحطوش بره بقى خلاص، خصوصا كمان في الحر. بصوا بقى، هناخد من شويه من الحاجات الحلوه اللي هي الخلطه دي، وهنرج بقى، لان انا مش عارفه ما عنديش حاجه كبيره جدا هنا اخلط فيه. احنا في البيت انا بجيب طبق كبير جدا واخلط فيه كل الايه الحاجات الحلوه دي مع بعض. يعني ايه كميه الزيتون دي؟ بصوا بخلط كله كده مع بعضه اهو، شايفين ازاي. وهنا ممكن احط كمان قرن كده تحت هنا، او قرنين مفيش مشكله اهو. وبعدين هنحط تاني.
هفضل بقى كده لحد ما املى. اهم حاجه اكبسوه كويس. اكبسوه يعني ايه؟ يعني اضغطوا عليه كده، خلوه يعني تمام، ما يبقاش فيه فراغات. ماشي، واحده وقعت في الميه والملح، ما يجراش حاجه. هنحط بقى الكميه الحلوه دي، وهناخد كميه من الحبه اللي احنا عاملينهم دول. عايز اقول لكم ده اصلا يعني بتبقى ميته وطعمه فوق ما حضراتكم تتخيلوا. شويه الهريسه دول عايزه اقول لكم هو مفيد كمان للجهاز الهضمي جدا، يعني كل الاضطرابات والقرح والالتهابات. ده احنا زيت الزيتون ده لو الواحد اتلسع، عايزين اللسع ما يسيبش اثر، اعملوا قطنه بزيت الزيتون الدافي. الدافي ازاي؟ ان احنا نسخنه على بوله تحتها بوله ميه سخنه، ويتحط في بوله ازاز يدفع على الميه السخنه، مش يدفع يتسخن على النار. مش قادره اقول لحضراتكم بقى على جماله. ناخد كده قرنين فلفل برده، احنا حاطين فلفل على فكره جواه متقطع، يعني انا مقطعه في، بس طبعا الفلفل الصغير البلدي ده مفيش احلى منه. بصوا، عايزه اقول لكم كمان بيعزز الجهاز العصبي كمان، بس مش بس الجهاز الهضمي. بيقال انه في بعض الدراسات بتقول ان الزيتون ده اكله سواء زيت زيتون او زيتون بيمنع او بيحمي من الزهايمر. بصوا، عايزه اقول لكم يعني ايه معلقه زيت الزيتون دي شفة، وخصوصا لما بيبقى بيور اصلي. بصوا البرتقال الجميل ده بتاع النفس. ربنا يديك الصحه يا ام اسلام بجد والله العظيم. اول ما بشوفه بفتكرك انا، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. بعتت لي زيتون كان روعه بجد. بصوا بقى، هحط شويه كده هنا. طبعا ده لسه احنا عندنا زيتون تاني هنعمل بقى لسه فيه برطمانات، هنقفل بقى. بصوا بقى، شايفين؟ نكبس كده كبس حلو. خلاص انا ما شقتش ده، ما عملتش فيه شق، هو حجمه مش ايه، مش كبير قوي. خلاص ادي البرطمان زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه بقى كده من دول. بعدين هاجي، معلش اسمحوا لي هقلع دي، هاخد زيت الزيتون. بسم الله، هحط شويه الاول، تقريبا ممكن على البرطمان ده نص كوبايه او كوبايه زي ما انتوا عايزين، بس بتدي طعم حلو قوي وبيفضل حميه. خلاص اهو، تعالوا بقى نبدا نحط عصير الليمون اول حاجه، ويفضل الليمون الفريش. بسم الله، هملة لربعه كده. فين لحد وصل لحد فين؟ هشوف مع حضراتكم حالا. ولازم تسيبوه كده عشان يطلع اللي فيه. اهو لحد هنا كفاية قوي، بس كده مش هحط تاني. انا هنا دوبت الملح، في زيتونة هربانة هحطها بسرعة. وهبدأ، بصوا بنقلب. حاضر، الرز جنبي اهو بدأ يتشرب، بس انا مهدية النار قوي. هوريكم بيفور كده بشوكه اهو، شايفين اهو، خلاص في الاواخر يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، حضراتكم تجربوا وتشوفوا. الطعم حلو قوي بصراحه، البصل ده ادى طعم. انتوا فين؟ فين ما جبتوا الرز؟ شفتوا شكل الرز؟ وريتوا اصدقائنا شكله؟ خلاص بصوا انا دوبت ازاي. انا عايزه من فضلكم الكاميرا على الرز عشان اصدقائنا يشوفوا شكل. ما انا فاتحاه، هو انتوا إيه؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ماشي حبايبي تسلموا لي. ايوه ماشي. بصوا بقى، تسلم ايديكم. هاخد لوش كده وهبدا اخد من الميه والملح اللي احنا عملناها ونزود اهو. بسم الله بسم الله، اتفقنا الميه معقمه ومبرده. البرطمان ده لا، هيقعد له شهر 25 يوم ونكتب عليه. انا بكتب لو انا عملته مثلا النهارده مجموعه وبعد اسبوع عملت شويه. بصوا بقى، هاجي هنا هنا واروح مكمله كمان على الوش. لازم يا اما شويه ليمون يا اما بحط شويه زيت كده، شايفين ازاي؟
اهو. عايزه وش البرطمان من هنا لو سمحتوا. ايوه شايفين الزيت لازم يتغمر، ما تسيبوش زيتونايه طالعه لفوق او مش مغموره تحت في الزيت، ما تسيبوهاش. خلاص هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ همسك كده انضف كده بالراحه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كل الفقاعات اللي بتطلع من الجناب؟ التصوير لسه كان مخرجنا جايبها حالا. الفقاعات دي تسيبوه لما تطلع بره خالص، الهواء ده يطلع بره خالص. هخلي شويه الميه والملح دول اللي باقي. وايه بصوا كده شايفين عمال يطلع فقاعات ازاي؟ خليكم معايا لو سمحتوا. شايفين الفقاعات عمال يطلع من الجنب هنا اهو. كل ده لازم يطلع الهواء ده. خلاص هبدا بقى اخد ورق كيس ثلاجه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كيس ثلاجه كده نضيف، ولازم اكبسه اكمره وهتنيه كده نضيف خالص. وهحط شايفين الله، شايفين كده على الهنا. وهبدا اقفل. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين ازاي نكتب التاريخ؟ بكتب ستيكر هنا او فوق هنا بورقه صغننه واكتب ده محجوز والله. ندى حبيبتنا مش هنهديها بحاجه؟ مش لازم نهديها زيتون هديه عيد ميلادها. ده حضرتك مقامك عندنا اغلى من كده يا فندم. طيب تعالوا بقى ناخده هناك كده على طبق. بسم الله الرحمن الرحيم كده حطه هنا. البرطمان بتاعنا الحلو ده انا الحقيقه بحب اقلبه برضو، بس ممكن تسيبوه اول يومين كده مقلوب كده وبعدين تبداوا تعدلوه براحه حضراتكم خالص. ادي الزيتون الاخضر التفاحي، استخدمنا البرطمان اللي اتفقنا عليه، البلاستيك المضمون للتخليلات. دلوقتي نقدر نغرف بقى الرز، وطبعا ده ما بيترميش، احنا بناخد الكميه دي اهو. انا هحط بقى بقيه كمان الجزر وهنكمل كميه الزيتون اللي عندنا عشان نعمل برطمان تاني زي ما حضراتكم شايفينه كده اهم. طيب لو احنا عايزينه سريع، انا عن نفسي بصراحه بعمل الجزء الليمون بملى كله ليمون، عصير ليمون بس. ده للي بيحب المزازه الزياده، يمكن عشان انا بحب المزازه الزياده، لكن اللي احنا عملناه ده هيعيش اكتر. عدم ان احنا شقيناه ما شقيناهوش هياخد وقت اطول، هيعيش معاكي فتره طويله جدا. وقت ما يستوي انا بنقله في الثلاجه لانه عايزه اوقف التسويه بتاعته، مش عايزه اسيبه بره بقى. هبدا اشيله، بخف من الميه بتاعته، باخد منها شويه وبضيف عليه زيت كتير واسيبه بس خلاص يقعد معاكم زي ما انتم عايزين. تعالوا بقى نعمل قالب رز كده. بسم الله هنا نكبس كده قالب رز لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم كده. شايفين لون الرز بقى ما شاء الله. حاضر يا حبيبي. ده قالب كده لطيف للرز. اهم حاجه واحنا بنضيف الرز وهو سخن نكبس عشان يمسك. بسم الله اهو زي ما حضراتكم شايفين السمك. انا سبته اول ما بدا احس ان هو تمام رفعته من الفرن وطلعته بره. لو كان باقي له 5 دقايق هو اوريدي استوى، عشان يبقى اللحم بتاعه طري وجميل وتستمتعوا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي؟ هاخد بقى معلقه صغننه كده اكبس كويس اهو. ان شاء الله بكره باذن واحد الاحد، عشان خاطر مدام منال طلبت المش على اصوله. جهزوا بقى الزبده لو انتوا عندكم شويه مرته. يلا بكره هنعمل المش ان شاء الله من ألف للياء. اللي ما عندوش خميرة واللي عمره ما عمل خميرة، وهنقول لكم كمان اللي عنده الفخارة أو البلاص، اللي عايز
ازاي تختاري البلاص وازاي تطمني انه تمام وتقفلي كل مسامه الزلعه. ونبدا نعمل نقول بيتحط لها ايه الزلعه دي من جوه علشان ويسيبوها يومين ثلاثه تنشف علشان يبداوا يرصوا فيها الجبنه القديمه بتاعتهم وتعيش. يعني الزلعه دي ليها كده بسم الله الرحمن الرحيم ليها طريقه كده جميله. تعالوا بقى نحط كده شويه من الايه ايه رايكم حلو كده يم يم يمي نكسر حاجه بحاجه ولا ايه؟ يلا بس كده. تسلم ايديكم حبايبي ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر كل اصدقائنا كل متابعينا في قناه الاهلي الغاليين علينا. شكرا جزيلا على حسن متابعه حضراتكم معانا ولثقتكم الغاليه الحقيقه في مهارات عظيمه. النهارده عملنا سمك دينيس عملناه بوصفه بسيطه وجميله. طلعنا بره النطاق التقليدي لكن عملنا رز الصياديه. ارجو ان الطريقه البسيطه بتاعه مامتي الله يرحمها كانت يعني تعجب حضراتكم. ربنا يرحمها ويرحم امواتنا اجمعين يا رب العالمين. والزيتون الاخضر انا عملته بطريقه يعني اتمنى تنول اعجاب حضراتكم. واتكلمنا في اي تفاصيل لو اي اسئله تواصلوا معانا او عايزين تسيبوها في الكنترول احنا نرد عليها او من خلال الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي. يعني ده شيء يسعدني. انا استسمح حضراتكم بقى دلوقتي في استراحه عشان نستقبل الفقره الطبيه. ضيفي هيشرفني ان شاء الله في الفقره اللي جايه دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه. في انتظار اسئله حضراتكم وتواصلكم معانا بعد الاستراحه.